بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو اللي كيخص أنشطة التقويم والدعم من الوحدة الثالثة اللي كتخص بالتحديد صنيف وخاصيات المادة والخلائط والذوبان في كراسة المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. إذا اليوم غادي نديرو أنشطة التقويم والدعم وغادي نبداو أولا بتقويم المكتسبات، يعني باعتماد المكتسبات والتعاريف التي اكتسبناها في هذه الوحدة سنقوم بإنجاز الأنشطة المبينة في الصفحات 43 و44. دكار، إذا نبداو على بركة الله تقويم المكتسبات. سؤال الأول، أكمل الجملتين التاليتين بالكلمات المناسبة. إذا عندي جوج ديال الجمل غادي نكملهم بالكلمات المناسبة. نقيس كذا بالميزان وحدتها كذا، نقيس كذا بالديناموميتر وحدتها كذا. إذا ماذا نقيس بالميزان؟ نقيس الكتلة نقيسها بالميزان وحدتها إما الجرام أو الكيلوغرام، كجرام أو الكيلوغرام. الجملة الثانية، ماذا نقيس بالديناموميتر؟ نقيس الوزن نقيسه بالديناموميتر وحدتها هي النيوتن، ان كومسا يا النيوتن. سبيان، إذا هذا هو النشاط رقم واحد. مروا للنشاط رقم اثنان، أضع علامة في خانة الاقتراح الصحيح. إذا غادي ندير علامة في خانة الاقتراح الصحيح. عندي ثلاثة ديال الاقتراح. الاقتراح الأول، تزداد كتلة قطعة حديد بعد انصهارها. إذا واحد القطعة ديال الحديد إلى انصهرت غادي تزداد الكتلة ديالها، واش هذه صحيحة ولا خطأ؟ تنقص كتلة قطعة الحديد بعد انصهارها. إلى انصهرت ذاك القطعة ديال الحديد كتنقص الكتلة ديالها، واش صحيح ولا خطأ؟ لا تتغير كتلة قطعة حديد بعد انصهارها. دونك حنا تعرفنا في الدروس اللي قريناها في هذه الوحدة بأن كتلة واحد المادة كما كانت إلى انصهرت ولا إلى تجمدت كتبقى الكتلة هي هي. إذا لا تتغير كتلة قطعة حديد بعد انصهارها، مفهوم؟ إذا الاقتراح الصحيح هو الاقتراح الثالث. Maintenant l'activité 3، نشاط رقم 3. Je considère les mélanges eau plus sel donnés dans le tableau ci-dessous. Je complète ce tableau par les valeurs des masses manquantes. Donc هنايا عندي خليط الماء والملح، كل حالة الماء والملح وغادي نجمعوا الكتل. دونك عندي هنايا ماس دو يعني كتلة الماء، ماس دو سيل يعني كتلة الملح، ماس دو ميلونج يعني كتلة الخليط بال كامل. احنا تعرفنا في واحد الدرس بان الكتله ديال واحد الخليط هي نفسها كتله مكوناته، يعني هنا عندي 80 غرام الكتله ديال الماء وهنا عندي 20 غرام كتله الملح. اذا بسهوله 80 زائد 20 هي 100، اذا 100 غرام. اذا الخليط غادي يكون الكتله ديالو 100 غرام. هنايا عندي الكتله ديال الماء وعندي الكتله ديال الخليط بالكامل، ولكن ما عنديش الكتله ديال الملح. اذا 50 غرام ديال الماء شحال غادي نزيدوا عليها ديال الملح باش يعطينا واحد الخليط يساوي 55 غرام؟ غادي نزيد عليها 5 غرام ديال الملح. داكا 5 غرام ديال الملح باش تولي لي 55 غرام ديال الخليط. هنا عندي الكتله ديال الماء 25 غرام وعندي الكتله ديال الخليط كامل 50 غرام. اذا شحال غادي نزيد ديال الماء باش نحصل على خليط يساوي 50 غرام؟ غادي نزيد 25 غرام. داكا 25 غرام، 25 زائد 25 غتساوي لي 50 غرام. دونك الخلاصه اللي ممكن نستنتجوها من هذا الجدول هو ان كتله الخليط هي نفسها كتله مكوناته، فهم؟ الان غادي نمروا للنشاط رقم 4. جو كومبليت باغ، غادي نكمل بهذه الكلمات هذو. هوموجين متجانس، سوليوشن محلول، سكر سكر. بور بريباري اون دو سكر، اون كوا اون سوليوشن محلول سكر، اون سوليوشن une solution de sucre. Je dissous le dans l'eau. Donc غادي نغمر شنو؟ غادي نغمر السكر في الماء. Sucre. Donc غادي je dissous le sucre dans l'eau. غادي نغمر السكر في الماء. J'obtiens une solution claire. أو كنحصل على واحد المحلول اللي واضح واللي ما كيبانوش المكونات ديالو. داكوغ، ما يمكنش نفصل المكونات ديالو بالعين المجردة. إذا هو واحد الخليط. C'est un mélange homogène. Homogène. خليط
متجانس. D'accord, les étant متجانس. Donc, pour préparer une solution de sucre, je dissous le sucre dans l'eau. J'obtiens une solution claire. C'est un mélange homogène. Achat comme ça, assez l'eau bichatin, albitakat, almutanasiba. Un des tsfer, ou tarchih, ou tabachor. D'un adouma technique, kainin, les qui s'adonna, fasl, mokouinat, khalet, متجانس. Ok. Les qui s'adonna, fasl, khalet, غير متجانس. Mfok. D'un عندي تصفيق وعندي الترشيح وعندي التبخر. هنا فصل الماء عن السائل وهنا عندي فصل الماء عن سائل يطفو فوقه. فصل الماء عن مواد صلبة ذائبة فيه. فصل الماء عن أجسام متوضعة فيه. دونك هنا غادي نصلو بخط كل تقنية منين غادي تمكننا. داكوغ. دونك هنا أول حاجة تصفيق. التصفيق غادي يمكننا من فصل الماء عن سائل يطفو فوقه. داكوغ. باش يعطينا واحد المحلول مصفق. داكوغ. هنايا عندي الترشيح. الترشيح هو كيمكن لي باش يعطيني واحد الماء ولا سائل اللي هو هوموجين اللي هو متجانس. مفهوم. اذا الترشيح واش غادي يمكنني من فصل الماء عن مواد صلبة ذائبة فيه ولا فصل الماء عن اجسام متوضعة فيه. اذا هنايا غادي يعطيني هاد. مفهوم. والتبخر هو اللي قريناه في الحصة السابقة كيفاش نفصلوا بالتبخر واحد المكونات ديال الخليط متجانس. مفهوم. إذن هنا بالتبخر غادي نتمكن من فصل الماء عن مواد صلبة ذائبة فيه. الآن النشاط رقم 6، أضيف ملحا خشنا وملحا ناعما إلى الماء. إذن كنتكلموا على ملح خشن يعني ملح غليظ شوية، وملح ناعم يعني ملح رقيق في كأسين مختلفين. ثم أحرك الخليطين. دونك غادي نجيب جوج ديال الكيسان فيهم مثلا واحد الكمية نفسها من الماء، وغادي نجيب في واحد الكأس غادي ندير نفس الكمية ديال الملح، ندير في واحد الكأس ملح خشن وفي واحد الكأس آخر ملح اللي هو ناعم. ثم غادي نحرك. هنايا السؤال هو أضع علامة في أمام الجملة الصحيحة. غادي ندير علامة في قدام الجملة اللي صحيحة. إذا في نظركم واش سيذوب الملح الخشن بشكل أسرع، يعني داك الملح الغليظ غادي يذوب قبل من الملح الناعم؟ سيذوب الملح الناعم بشكل أسرع، ولا غادي يذوب الملح الناعم قبل من الملح الخشن، ولا سيذوب كل من الملحين بالسرعة نفسها، ولا كل من الملحين الملح الخشن والملح الناعم غادي يذوبوا بنفس السرعة؟ إذا هنا الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثانية. داكوغ. إذا حنايا واحد المادة إلى درناها على شكل حبيبات صغيرة غادي تكون أفضل من حيث الذوبان من الحبيبات الكبيرة، وكذلك إلى درناها على شكل مسحوق غادي تكون أفضل من داك الحبيبات. إذا كل ما كان القد ديال الحبيبات صغير كل ما كان الذوبان أسرع. الآن سالينا تقويم المكتسبات، غادي نمرو إلى تقويم التوليفي. تقويم توليفي. تقويم توليفي عندي جوج ديال الأنشطة. نشاط رقم واحد، لتحضير محلول الدواء قامت الممرضة بخلط 5 غرام من مسحوق الدواء ب 30 غرام من الماء. إذا باش تحضر واحد الممرضة واحد المحلول ديال الدواء، دارت هنايا 5 غرام ديال الدواء، مسحوق الدواء مسحوق على شكل مسحوق، في كأس بها 30 غرام من الماء. في واحد الكأس فيه 30 غرام ديال الماء، وهذه الصورة هذه مسحوق الدواء وماء لتحضير الخليط اللي هو محلول الدواء. السؤال الأول، الخليط الناتج متجانس أو غير متجانس؟ في نظركم إلى خلطنا المسحوق ديال الدواء مع 30 غرام من الماء، واش غادي يكون عندنا الخليط الناتج هو متجانس يعني ما يمكنش نفرقوا ما بين المكونات ديالو، اولا غير متجانس يمكننا نفرقوا ما بين المكونات ديالو؟ اذا الاجابه هي ماذا؟ متجانس. اذا غنحصلوا على الخليط او خليط متجانس. علاش؟ لان استعملنا الدواء عباره عن مسحوق، اذا غادي يذوب بالكامل داك 30 غرام من الماء، اذا غادي نحصلوا على خليط متجانس لا يمكن التفريق بين مكوناته بالعين المجرده. سؤال موالي، احدد كتله محلول الدواء المحضر. اذا الكتله ديال الدواء المحضر، اذا هنايا هذا الدواء المحضر غادي نحصلوا عليه عن طريق ماذا؟ عن طريق جمعي 5 غرام ديال مسحوق الدواء زائد 30 غرام ديال الماء. اذا 30 غرام زائد 5 غرام غادي نحصلو على 35 غرام اللي هي كتلة محلول الدواء المحضر. إذا يمكن الحصول على الدواء الصلب من جديد وذلك باستعمال تقنية الفصل المناسبة. إذا هذا مسحوق الدواء اللي داب لي 30 غرام ديال الماء يمكن لي نحصل عليه بواحد الطريقة. حنا تعرفنا في التبخر أنني يمكن نحصل على واحد الجسم صلب انطلاقا من محلول متجانس. مفهوم. إذا هنايا أحيط اسم هذه التقنية من بين تقنيات الفصل الثالية.
إذن فين هي التقنية اللي غادي تمكنني من فصل مكونات خليط متجانس اللي هو محلول الدواء؟ إذن التقنية اللي غادي تساعدني هي تقنية التبخر. تقنية التبخر هي التقنية التي ستساعدني في الحصول على الدواء الصلب من جديد. سؤال موالي: بعد عملية الفصل يمكن قياس كتلة الدواء الصلب باستعمال. إذن بعد ما غنفصل هذا الدواء الصلب عن الماء عن طريق التبخر يمكن قياس كتلته. نظركم باش غادي نقيسوها؟ غادي نقيسوها بالميزان. الميزان، دونك الميزان يقيس الكتلة. دونك الميزان كيقيس لي الكتلة. دونك غادي نقيس الكتلة ديال ماذا؟ ديال داك الدواء الصلب اللي حصلت عليه عن طريق التبخر. نمر الآن إلى النشاط رقم 2. يمكن إذابة 360 غرام من ملح الطعام على الأكثر في لتر من الماء. إذا يمكن لي نذوب 360 غرام من ملح الطعام على الأكثر في لتر من الماء. يعني لتر من الماء غادي يذوب فقط 360 غرام من الملح. إذا لدينا أربع كؤوس تحتوي كل منها على 100 مليلتر من الماء. إذا عندي أربعة ديال الكؤوس هما هادو، كل كأس كيحتوي على 100 مليلتر من الماء. فيه 100 مليلتر من الماء. نضيف إليها كميات مختلفة من ملح الطعام. غادي نضيف لهاد الكيسان اللي فيهم 100 مليلتر في كل واحد غادي نضيفوا كميات مختلفة من الملح. هنا مثلا في الكأس واحد ضيفنا 18 غرام من الملح، في الكأس 2 زدنا 26 غرام من الملح، في الكأس 3 درنا 40 غرام من الملح، وفي الكأس 4 درنا 54 غرام من الملح. إذا سؤال ألف: ما هي المحاليل المشبع؟ ما هي المحاليل المشبع؟ نعطيكم تعريف ديال المحلول المشبع. هو محلول لا يستطيع إذابة المزيد من الصلب. يعني كيوصل لواحد الحد كيبقى لي ترسب ديال ديك المادة اللي بغينا حنايا نذوبوها. داكوغ؟ إذا باش غادي نعرفوا المحاليل المشبع من المحاليل التي لا زالت تستطيع إذابة الصلب. إذا أول شيء شنو عندنا؟ عندنا 360 غرام كتذوب فين؟ في واحد الليتر، لتر ديال الماء اللي هي 1000 مليلتر. داكوغ؟ 1000 مليلتر. دونك ميمكنش هاد لتر ديال الماء، لترو ديال الماء يزيد يذوب أكثر من 360 غرام، صافي؟ دونك حنا عندنا شحال عندنا ديال الماء حنايا؟ عندنا 100 مليلتر. عندنا 100 مليلتر ديال الماء فقط. وشحال عندنا ديال الغرامات اللي غادي يستطاع هاد 100 مليلتر يذوبها؟ هادشي اللي غنعرفوه هنا. غادي نعرفوه بماذا؟ العملية الثلاثية. إذن باش غادي نعرف هادي؟ غادي نعرفها بضرب 360 غرام فين؟ في 100 على 1 اللي هي 1000 مليلتر. داكوغ؟ دونك هادي مليلتر، هادي غرام. إذا الإجابة غادي تجي هي 36. إذا 36 غرام، داكوغ؟ 36 غرام. إذا 100 مليلتر ديال الماء قدرة تذوب فقط 36 غرام. يعني فوق 36 ما يمكن لهاش تذوبها. يعني فوق 36 هذا المحلول كنسميوه محلول المشبع. اذا غادي نشوف المحاليل او الكؤوس اللي غادي تكون مشبعه، غادي تكون فيها اكثر من 36 غرام ديال الملح. اذا هنا عندي 18 غرام ديال الملح، اذا هذا ماشي محلول مشبع. 26 غرام من الملح هذا ماشي محلول مشبع. 40 غرام من الملح هذا محلول مشبع. اذا قلنا حنايا 100 مليلتر ديال الماء يستطيع اذابه فقط 36 غرام من الملح. إذا هذا محلول مشبع، وهذا كذلك محلول مشبع 54 غرام. إذا المحاليل المشبعة هما المحلول 3 و 4. محلول أو المحاليل 3 و 4. سؤال ب: نسخن محتوى الكأس 3 فنلاحظ اختفاء الراسب، بماذا تفسر ذلك؟ إذا من بعد شنو جينا؟ جينا هذا الكأس الثلاثة وسخناه، داكوغ، باستعمال موقد، فنلاحظ اختفاء الراسب. إذا هنايا كنبقى لنا شوية ديال الراسب. إذا هذا محلول مشبع، داكوغ، لأن قلنا 100 مليلتر كتمكننا من إذابة فقط 36، إذا بقات لنا واحد 4 غرام تما ديال الملح. من بعد ما زدنا سخنا هذا المحلول أو هذا الكأس، استطعنا إذابة داك الراسب، مفهوم راسب ديال الملح. إذا سنفسر ذلك بأن التسخين يزيد من قابلية الذوبان في الماء. داكوغ؟ إذا التسخين كيزيد من قابلية ديال الذوبان، داكوغ، كيزيد يذوب لنا واحد الكمية من داك الصلب في الماء، مفهوم؟ إذا هو عامل مؤثر في زيادة قابلية الذوبان في الماء. إذا باش ما يجيش الفيديو طويل
غادي نحاول نقسم الفيديو على جوج. دونك في هذا الفيديو غادي نلوح لكم فقط الصفحة 43، غادي نحاول ندير فيديو آخر ديال الصفحة 44. كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. شكرا لكم على الدعم والمساندة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.